طيب نيجي نتكلم عن قطاع، وهو قطاع مهم جدا، قطاع الصحة. قطاع الصحة فيه اهتمام كبير جدا في الموازنة، وفي مخصصات زادت على ما أعتقد من السنة اللي فاتت للسنة دي. سبب الزيادة وكيف سيتم توظيف هذه المخصصات؟ بص يا أستاذ محمد، احنا الموازنة عموما يعني فيها استحقاقات دستورية. استحقاقات دستورية متعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي. لما نيجي نشوف ده، هل الموازنة السنة دي حققت الاستحقاقات الدستورية دي ولا لا؟ لا حققتها. 865 مليار جنيه في الموازنة ال 22-23 للصحة والبحث العلمي والتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي 479 مليار، الصحة 310 مليار، البحث العلمي 79 مليار. الصحة في اهتمام، احنا كلنا شايفين المبادرات اللي بتتم من خلال وزارة الصحة، التطوير اللي بيحدث في المستشفيات على مستوى الجمهورية، سواء إنشاء مستشفيات وحدات صحية من خلال مبادرة حياة كريمة أو من خلال المبادرات الأخرى. فكلنا شايفين ده، شايفين الدعم اللي بيحصل. أنا عندي الناس مثلا، عندي 7 مليار دعم للعلاج على نفقة الدولة، عندي دعم للتأمين الصحي، عندي دعم للطلاب، للتأمين الصحي الطلاب، تأمين صحي طلاب، تأمين صحي غير قادرين، تأمين صحي للمرأة المعيلة، دعم لبن الأطفال ب2 مليار، نفقة الدولة 7 مليار. كل ده بيدخل مثلا في دعم الصحة، ده بيدخل في رقم مثلا ممكن يوصل ل20 مليار ده وحده، غير الانشاءات. لما نتكلم عن المستلزمات والادوات والكلام ده كله، ففي اهتمام كبير من الدوله بالصحه، وعشان كده احنا بنشوف التطور اللي بيحصل في الارقام. الدوله بتستهدف ان هي تحقق خدمه افضل، تستهدف ان هي ترتقي افضل بالخدمات الصحيه اللي بتقدمها للمواطن. لكن في خدمات، في تطوير، وده بتعكسه الارقام اللي موجوده معانا. ويعني احنا كنا حريصين في مجلس النواب، في لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب، على تحقيق الموازنه للنسب الدستوريه. زي ما قلت لحضرتك، الصحه وصلت حوالي 310 مليار في الموازنه الجديده. وفي حاجه تاني كمان، احنا عندنا رقم مهم الناس مش واخده بالها منه. احنا عندنا 130 مليار، كانت في توجيهات من السيد الرئيس ان يكون في احتياطي. كنت لسه هسأل حضرتك السؤال ده، مهم جدا فعلا، انه لو في بند مثلا للحالات الطارئه اللي بتحصل زي ما جات لنا كورونا من ولا حاجه، او الازمه الروسيه الاوكرانيه، فهل في فعلا حاجه كده؟ طبعا. السنه اللي فاتت، الموازنه اللي فاتت الحاليه اللي هي هتنتهي في 30/6 ده، كان الاحتياطي 106 مليار. الموازنه الجايه 130 مليار. يعني السيد الرئيس وجه بزياده الاحتياطي. ليه؟ انا عندي مثلا هيضم 450 ألف أسرة لتكافل وكرامة. تكافل وكرامة كانت عندي 19 مليار، صدرت توجيهات رئيسية بضم أسر جديدة حوالي 450 ألف، هيوصل حوالي 4 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة. دي هتزود معايا، عايزة 3 مليار هناخدهم من الاحتياطي. عندي مثلا دعم، وممكن اي حاجه تطرأ زي مثلا ازمه كورونا زي بتحتاج. يعني الرقم ده احتياطي للازمات الطارئه؟ ال 130 مليار ده بيتحط ايه؟ ال 130 مليار ده احتياطي لاي حاجه بتحتاجها الصحه، بتحتاجها التضامن، بتحتاجها اي مشروعات او اي حدث. هو ده بند لوحده او اي حدث مهم. في 130 مليار ده ده بعيد عن الموزع على البنود والابواب في عظيم. المصروفات ده بيتاخد منه لدعم اي قطاع. زاد عن الموازنه بتاعت السنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت كان 106 مليار، السنه دي 130 مليار، في زياده 24 مليار في الاحتياطي. وعلى الرغم من ده، نقدر برضو نقول ان الموازنه السابقه قدرت ان هي تصمد في ظل التداعيات والتطورات اللي حصلت في العالم. بص يا استاذ محمد، يعني انا شخصيا بأقدر تماما المجهود اللي يعني قامت بيه الدوله المصريه. احنا طلعنا السنوات السابقه كلها ازمات، طلعنا من حكم الاخوان، الوضع المالي والاقتصادي متردي، الخدمات متراجعه، الايرادات متراجعه، الاقتصاد غير مستقر، الوضع المالي غير مستقر، ما فيش استقرار نهائي. الحمد لله نتيجه برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي وجه بيه السيد الرئيس ونفذته الحكومه المصريه، واستحمله الشعب المصري، كان دوره مهم جدا في ان هو تحمل معانا كدوله وكحكومه برنامج الاصلاح الاقتصادي، وعبرنا وحققنا مراكز متقدمه يعني بشهاده المؤسسات والمنظمات الدوليه. يا دوب احنا بدانا، جت ازمه كورونا،
وتأثيرها على العالم كله، واحنا زي ما قلت في البداية ان احنا في مصر جزء من العالم، بنتأثر بشكل مباشر طبعاً. او بشكل غير مباشر. استطاعت الدولة المصرية، كان الكلام لا مصر مش هتستحمل ده، في المصانع هتقفل، ده مش عارف ايه، المشروعات هتقف، لا احنا كلنا شفنا ان الدنيا ماشية كويسة يعني بشكل كويس جدا، واستطعنا ان نعبر من الأزمة دي. براهن على مجهود الحكومة المصرية طبعا، حكمة وحسن إدارة وقدرة السيد الرئيس وتوجيهاته للحكومة على اتخاذ بعض القرارات زي ما بنتكلم في الاحتياطي مثلا ومجموعة من القرارات والتوجيهات، مع مجهود من الحكومة المصرية إن شاء الله يعني زي ما استطعنا إن احنا نعبر الأزمة إن شاء الله فيما بعد الإخوان، ونعبر الأزمة بتاعت كورونا إن شاء الله، يعني هنستطيع أن نواجه التداعيات الحالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.